عاملين ايه؟ ام فاطمه معاكم، مطبخ فاطمه. كل سنه وانتم وحشتوني قوي والله يا حبايبي، متابعين الجمال عاملين ايه؟ اوعى تنسوني يا حبايبي، انا ما بنساكمش عمري. هعمل لكم النهارده وصفه جميله قوي. قولي يا فاطمه. ايه النهارده هنعمل وصفه البيزدو؟ البريزدو اللي هو الجبنه الكريمي، البريزدو اللي هي جبنه الكاسات اللي هي بيجيبوها بريزدو، شايفين دي؟ عارفاها يا فاطمه؟ بتحطها في سندوتشات الاطفال في المدرسه، اللي هي بتحطها في سندوتشات الاطفال بالمدرسة. عارفينها يا حبايبي؟ المكونات بتاعتنا بقى ان شاء الله راح نعملها جميله موفره وسهله وجميله في البيت، بدل ما تجيبوا جبنه البريزدو من الشارع من السوق وفيها مواد حافظه. لا، هي البريزدو اهي هعملها لكم دلوقتي، ودوقوها وقولوا يا ام فاطمه اخبارها ايه. تحدي تحدي في مطبخ فاطمه. تحدي ايه يا فاطمه؟ في مطبخ فاطمه. يلا اللهم صل عليك يا نبي. هنجيب كتاتين جبنه بريزدو نستون، هنجيب نص كوبايه ميه، نقطتين ليمون، كوبا الا ربع زيت، زيت يكون نضيف، انا عباد الشمس حاجه نضيفه، كوبا الا ربع، كوب لبن بودر نيدو، لبن بودر كوبايه كامله، جبنه رومي عشان تدي الطعم زي المحلات، وكوب ميه بارده، نص كوب ميه بارده. نص كوب ميه بارده. انا قلت يا ست فاطمه، قلت يا ست فاطمه حبيبتي. هنفرم طبعا. ايه رايكم في الكبه اللي انا جايباها الجديده دي؟ ايه رايكم فيها؟ دي فريش جميله ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيها. قولوا لي ايه اخبارها. هنجيب الجبنه نبشرها نطحنها فيه نجربها بقى، اول تجربه. بسم الله وبنستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بتطحن اول حاجه هنطحن ايه؟ هنطحن الجبنه الرومي قوي. طحنا كده الجبنه الرومي، صلاه النبي، الحمد لله والشكر لله رب العالمين، ربنا يزيدها نعما يا رب ويكرمنا يا رب العالمين. هنحط اللبن بودر، فاطمه بتحب الجبنه دي قوي. لبن بودر هنحطه، هنحط كوبايه اللبن البودر اللي هي نيدو، واخدين بالكم؟ هنحط المكونات الجافه الاول. طبعا احنا بشرنا الجبنه الرومي عشان انا كنت جايبها ايه؟ مقطعه من البقاله صور ماركت، صح يا فاطمه؟ وهنحط ايه تاني يا فاطمه؟ نص كوبايه ايه؟ الميه، صح يا فاطمه؟ فاطمه دي معايا اصلا برضك بتساعدني. هنحط حته البريزدو اللي هي جبنه النستون، شايفين؟ اتنين ان شاء الله، ربع معلقه ملح، ربع معلقه لا ملح صغيره، طرف صغير كده يعني، رشه كده مش كتر الملح، نقطتين ليمون يعني اربع نقط ليمون كده. الزيت ده في الاخر هو هنربط بيه، الزيت ده للربط، ربط القوام عشان تدعو لام فاطمه. الوصفه دي محدش عملها صح ولا ايه؟ ايوه. ودي علبه بريزدو عشان نحط فيها، شايفه يا فاطمه؟ هنضرب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صح يا فاطمه؟ بس كل الطرف مع بعض اهو ما شاء الله، كل الطحن مع بعض اهو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا ليه حطيتها كده؟ عشان احط الزيت اخر حاجه بقى. ايه كوبايه الا ربع ايه؟ زيت. ده بقى اللي هيدي القوام ايه؟ خلاص الجبنه البريز ده خلصت. احنا كده عملنا الجبنه، هنصبها بقى يا حبايبي. ايه رايكم في قوامها؟ بصوا يا حبايبي القوام، بصوا بقى، بصوا جبنه ام فاطمه بقى الجميله. وشات الفين، وبصي فاطمه ايه، بصي بصي يا حبايبي، بصي القوام تقيل ازاي، ها؟ بصي لسه يتقل لما يتحط في الثلاجه كمان، متكلفه دي. بس كده بس كده، اللهم صل عليك يا نبي ما شاء الله، ربنا يبارك يا جماعه. معلش
اي حاجه بتبقى مصحه. بص الجبنه البرزدو حلاوتها. تعالي كده ادوقها ماما. دوقي بقى، دوقي جبنه ام فاطمه. جبنه البرزدو مش تجيبي من الشارع. عارفه الكوبايه دي بكام؟ ب 60 جنيه ب 40 جنيه حرام، عشان ما ب 38. دوقي بقى قولي لهم الاخبار ايه. الجبنه الرومي على فكره، جبنه رومي وجبنه النستور. ايه رايك يا فاطمه؟ ولسه هتبقى، بص القوام يا جماعه، بص تقيل زي ولا تقيل ولا خفيف، بص ولسه هتحط التلاجه لسه طازه. ايه رايك يا فاطمه؟ تحفه تحفه تحفه. كبه ما شاء الله العظيم جميله ما شاء الله يا فاطمه. ما شاء الله بتسعف كده. هنشيلها، في طبعا شويه تانية فاضلين. بصوا كده مقفوله اهي في الكوبايه بتاعتها. انا كنت بجيب الكوبايات دي، الكوبايه دي بتاعت 28 او 30. بص دي ما كلفتنيش اهي، عشان فاطمه لو عايزه تصوريها ولا حاجه في الطوبه. ماشي. واعمل لكم دلوقتي كمان حاجه تانية مع الحاجات دي، هعمل لكم سلطه الكلوسو. كلوسو. يلا السلام عليكم يا حبايبي. بص هنعمل ايه بقى يا حبايبي؟ احنا عملنا لكم كده ايه، الجبنه البريزدو اهي، سلطه النبي جميله وطعمها فظيع. هنعمل لكم سلطه الكلوسو، اللي هو الكروم، ورق الكروم. انا شايله ورقتين كروم، كنت جايبه كروم، شايله ورقتين. هعمل لكم ازاي السلطه بتتعمل. هنجيب معلقتين مايونيز، انا جايبه علبه مايونيز اساسا، معلقتين مايونيز اهي، معلقتين، لان الكميه قليله اصلا مش كتيره. هنجيب ليمون، ليمون معصور. هنجيب خل، نبدا تخلي بردك، نبدا تخلي. هنجيب سكر، معلقه سكر، تتعمل بالسكر، هي كده تتعمل بالسكر. هنقلب الخليط ده قوي قوي قوي. كل حاجه والله في البيت سهله يا رنا، بس بركة على الايه ليه، ما نشتريش حاجه جاهزه. استغلال المحلات واستغلال كل حاجه، كله بيستغل بعض. تقلبوها زي الكريمه، تبقى كريمه خالص كده. نحط كمون، ندع الكمون كمان يدي طعم حلو. كمون في كل حاجه حلوه اساسا. ندع ملح صغنططه كده. كل حاجه في البيت ممتازه والله. انا بشتري اكل من بره، بفضل ربنا عليا، بحب اجيب الحاجه كلها من اعملها في البيت. لو هتعلمها حتى لو مش عارفاها هعرفها واتعلمها. هنحط اللي هي الكرنب كده، الكرنب مقطعاه كده، او ده اللي بيتاكل في الشارع، اللي هو بتجيبيه الطبق بتاع 20 جنيه 30 جنيه وانت طالعه في المطاعم. دو بقى. يا لهو على الطعم، اقسم بالله العظيم يا جماعه نفسي تدوقوه. تعالي دوقي يا فاطمه. هو ده اللي بيتباع في المطعم مع الكنتاكي كده. دوقي، اسمها سلطه الكلوسو. دوقي فاطمه هتحبها بعد كده، هتقولي جميله بالسكر. مش هديكي اصلا، مش هديكي دي والله العظيم. بتتباع مع الفراخ والكنتاكي والبطاطس المقرقشه، اسمها كسلطه تحفه خطيره. شفتوا يا جماعه؟ شفتوا؟ ايه رايكم؟ انا نفسي فيها، شلت حته الكرنب عشان اعملها. حبايبي يا حلوين، بصوا بقى، هحط لكم هنا في طبق اهي كده، عشان ايه؟ اغمزها بالعيش تبقى فظيعه كده. والف هنا وشفا. ايه رايكم كده؟ بصوا السلطه، وعملت لكم ايه؟ قولي لهم حاجه يا فاطمه، سلمي على الناس الحلوه اللي بحبها. وطبعا بحبكم جدا 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 جدا. مش عن بلح يعني اللي انت قلت عليه. نسيت اقول لكم على جوابي. قولي لهم الاجابه يا فاطمه. الاجابه هتكون البحر الاحمر، البحر المتوسط. شاطره فاطمه، هي دي اللي انت بتقولي عليها الملح اللي اتجاب منين؟ انا كنت بحسب من رشيد. لا طلعت لا صح؟ بس بقى هقول لكم سؤال تاني. عرفت كلوسو بقى ايه؟ هقول لهم بس يا فاطمه وكملي. عرفت كلوسو بتتعمل ازاي؟ هي السلطه، هتجيبي ورق حته كرومبا بس نيه نيه، قطعيه حتت صغيره قوي 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 قوي، وهتجيبي معلقه سكر وندعه ملح
معلقه سكر وندعه ملح، وهتجيبي نقطتين ليمون يعني نص ليمونه، وهتجيبي معلقتين خل، وهتجيبي كمون وندعه ملح صغيره، وهتقلبي كله مع بعض المحلول اللي هو ال هتقلبي المايونيز ومعلقتين مايونيز، معلش اسفه، ومعلقتين مايونيز، وتقلبوا في بعض كلهم السكر بالبهارات بالكمون، تقلبهم مع الخل والليمون، وتحط عليهم الورق الكرنب الزغنطط ده اللي هو مقطعه صغير قوي، داي حتتين صغيرين على نفسي. يلا بقى السؤال بتاعنا، السؤال بتاع الحلقه دي هيكون، بص هو مش سؤال، هو ايه لغز كده اسمه فزوره. قولي يا ابو، ايه هي الحاجه اللي بتاكل بس لو جايه لو شربت ميه تموت؟ ايه بقى؟ قولوا في التعليقات، ولا يقول صح هطلع اسمه في الفيديو. طب هتقول فوازير صعبه قوي مش عارفاها، شربت ميه تموت، مش عارفه ايه اللي بس اقولها لكم تاني. سهليها يا فاطمه. ايه هي الحاجه اللي بتاكل وما بتشبعش بس لو شربت ميه تموت؟ مش عارفاها الصراحه، انا ما اعرفهاش، انتوا بقى قولوا، وفاطمه قولوا لها في التعليقات هي اسمها، هي هتبص على التعليقات بتاعتكم عشان تشوف انتوا قلتوا الاجابه ولا لا. واللي هيقول صح هطلع اسمه في التعليقات. ايوه يا فاطمه، هتطلع اسمه وهتسلم عليه، ماشي، وهتشكره. وبس هنا يكون سلهت الفيديو ده حبايبي، الفيديو ما تنسوش لايك سبسكرايب ولايك، ومفاطمه وفاطمه عاملين ايه يا حبايبي، بحبكم في الله والله، واستنوني. اوعى تنسوا الجبنه دي، اوعى تنسوا الجبنه البريزدو دي جميله، دي السلطه ودي الجبنه البريزدو، اعملوها في البيت للعيال في المدارس بالفينو، خطيره خطيره خطيره، انا على طول بعملها. وبس انا يكون سر هذا الفيديو، لو عجبكم الفيديو بس لايك شير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.